اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد البسكوت كيجي مالح كيجي لذيذ ورائع. ديروه الوليدات الصراحه غادي يحماقوا عليه. ونخليكم مع الطريقه ومع المكونات وحتى تتمه لا فيديو. وما تنسوش انكم تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ولي لايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع وفرجه ممتعه للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم الموندو دي كريمة جلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة الفرماجة، الصراحة كتجي رائعة وكتجي لذيذة وراها بدون جلوتين البنات. وانا نقول لكم المكونات اللي غادا نستعمل، وانتوما غادا نكمل معكم هاد لا فيديو باش ما نطولش عليكم. غادي عندنا هنايا 250 غرام رابعة 250 غرام ديال الزبدة، كندير هاد المارك ديال فال راها بدون جلوتين. غادا ننزلها، انا عملت غير هاد الطاجين، المهم باش تبقى ليا العجينة مجموعة. من بعد ما كنحطو البنات الزبدة كندير واحد الرشيشة ديال الملحة، لأننا عاملين هاد البسكوت يعني مالح. غادي نديرو كاس ديال العنبه ديال الزيت. وبالنسبه للفرماج المثلث عندنا هنا 8 القطع، غنحاول انني ننزلهم كاملين هنا. وبالنسبه لهاد الجبنه البنات راه بدون جلوتين. بالنسبه للبنات اللي كيعيشوا في ايطاليا، هذه المالا مارك هذه راه ديال بينيت. انا استعملت هنا كيف ما قلت لكم 8 فرماجات كاملين. وبالنسبه للدقيق الخالي من الجلوتين غنستعمل هذه لا مارك ديال بريباراتو. ممكن لكم نتوما تستعملوا ما بين مثلا الدقيق ديال الرز، ما بين النشا، ما بين النشا ديال البطاطا، واللي عنده دقيق تاع الرز هو راه يستعمله. كنخلط هاد المكونات ومن بعد غنبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه. ضروري الدقيق ما تغربلوه. درت انا تقريبا 250 غرام وغادي نبدا نجمع. شتي علاش قلت لكم انا درت هاد الطاجين في حمه هكا باش يبقى لي الخليط يعني مجموع ما يتفرع لي ما والو. نحاول ننزلوا الكميه المتبقيه ديال الدقيق ونشوفوا كيبقى. تبقى كميه الدقيق البنات عينكم ميزانكم، نتوما كتعرفوا يعني الحلوه القوام ديالها تبقى رطبه وما تنشفوهاش. ومن بعد نقول لكم شحال درت ديال الدقيق. المهم هاد الكرتونه راه فيها 500 غرام، انا درت هذا دابا كلها. غنزيد عاود الدقيق كيف ما شفتوا هنا الكميه عندي ما كافياش، خاصني غير شي حاجه قليله ماشي بزاف. شويه بشويه باش ما تنشفش معنا العجينه البنات. دابا من بعد ما تقريبا القوام قربنا للقوام الصحيح، غدا نضيف راس معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. القياس ديال الخميره هو هذا. صافي البنات هذا هو القوام ديال العجين. دابا غادي ناخذ هنا على كلشي على طاوله العمل. كيف ما كتلاحظوا هنا تقريبا خديت غير كاس من هذا الدقيق. بقى شويه خفيفه
صافي البنات هذا هو القوام ديالها. دابا غير نجمعوها نخليوها ترتاح واحد شويه ومن بعد غدا نشكلها معاكم. نحاول اننا نسرحوا العجينه بهذا الشكل، نحاول اننا ما نخليوش يعني السمك غليظ بزاف. انا غنوريكم القياس اللي غادي ناخذ. بالنسبه لهذا المول ولا الطابع كيف ما كتشوفوا، نديرو الشكل ديال الفرماجة البنات. هانتوما هذا هو الشكل. نبداو نحطو في الطاوة. دابا غادي نديرو نحاولو اننا ما نضيعوش العجين باش يجينا مزيان. هانتوما نضعوهم بالطريقة. البنات ملي كديروا بهذه الطريقه كيجيكم يعني ما كيجيوش لكم يعني الكسور كثير وما كطيش لكم العجينه اللي نتوما سرحتوا. خدموا غير بهذه الطريقه، يعني هذه الطريقه الصراحه جيده البنات. المهم غادي نكمل هذا الطاوه وغندخل الفران باش نمشي ندير معكم الطاوه الثانيه. البنات هذه العجينه اللي بقات عندي، هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها. الصراحه راه كتجي لذيذه، دق دابا وحيده. دابا هاد الطاوله الاخرى نديرها في الفران ومن بعد نوريكم النتيجه نهائيا ديال التيفور ديالنا. دابا غادي نغربلو هذا السكر كلاصي. صراحه انا عجبني هذا ديال ليدل احسن من هذاك اللي خديت من الماغازين ديال ناتورا. هذا بيض عليه، والصراحه بالنسبه للتفنات كتفندو وكتحسوا بانه يعني كيلصق في الحلوه مزيان. انتم البنات الطاوه ديالتنا هي هذه الثانيه. شوف الصراحه كي جات فنه، جا فيها حتى الشكل ديال الفلتاج ديال بحال لاباط فيتي. والله الا جا فيها الفلتاج البنات. هانتوما تفندوها مباشره وتحطوها في طبق التقديم. البنات البتيفور هو هذا، ونقول لكم بسلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى خاليه من الجلوتين. وجربوه لوليداتكم راه غادي نحماقوا عليه. وتهلاو فروسكم وبسلام عليكم.